ونعم الله إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها ويحسن إليها ويجعلها من أهل الجنة ويجزي على كل خير على كل ما قدمته للفن المصري ومحبيها في مصر والوطن العربي وأعزاء لأهلها وأعزاء لينا جميعا. الله يرحمها. آمين يا رب. تاريخ طويل ريا وسكينة ودوركم مع بعض يعني في كل لحظة. طبعا هذه المشاهد اللي احنا هنشوفها وبنشوفها سواء مع حضرتك او حتى في مدرسة مشاغبين، ولكن ريا وسكينة، سهير البابلي واحمد بدير في ريا وسكينة. لا عملاقة معها ممثل لسه صغير في قيمته الفنية مش في السن. نعم. ومع ذلك خدته وطلعته فوق. فأنا يبقى نجاحي منسوب ليها لو هي مش متعاونة مش متواضعة مش حابة ان انا انجح، ما كنتش قدرت اعمل اللي انا بعمله، انما كانت بتساعدني تفرش لي الافيهات ويعني ودي سمة الفنان الكبير الواثق من نفسه والمحب حواليه. الله يرحمها كانت معطاء وغول مسرح، كانت تلقائية يعني تحس انها على طبيعتها. لا لا جدا. وبعدين ترتفاجئك بحاجات، بس حاجات لذيذة تستنفر جوايا اي قدرة ان انا اعلى معاها. فلما نجحنا حتى في ريا وسكينة ونجحت معاها برضو جابتني في مسرحية عرسيت معاها، وكان تتويج برضو للنجاح مع بعض، وان في كيمياء بينا جميلة. لا دي قيمة إنسانية وفنية لا تعوض. مشهد الأكل حاجة بتاكل وهي جنبك وبتتكلم، كان المشهد حقيقي، وبعدين الضحكة بعد كده، يعني في حاجات كنا بنحس انها ضحك مش مسألة مترتبة. لا ما 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 لا هي لازم تفاجئك بحاجات لذيذة ومن من قلب الشخصية نفسها، مش خروج حتى على النص. ده إضافة، بس بتبقى إضافة جميلة لدرجة ان انا يعني فوجئت يعني. وهي بتستنفرك انك ترد انك تعمل حاجة، بيسعدها قوي ان الفنان اللي معها يبقى متجاوب ويبقى حاسس بيها من نظرة عينيها. اعرف ان هي عايزاني اسكت دلوقتي او استنى شوية لان في افيه هتقوله عالي جدا وهياخد تسييب، فما استعجلش في الرد. لا انا اتعلمت في مدرسة سهير البابلي رحمة الله عليه. خفة دمها، الذكاء زي ما بقول كده، تلقائية، عشان كده الناس حبتها. حضور طاغي يا استاذ احمد. حضور طاغي. وبعدين مثقفة. وبعدين لو اتكلمت في السياسة على مصر هيبقى بتتكلم صح، لانها عن وعي وعن ادراك. ولو قالت نقد اجتماعي يبقى برضه عن وعي وعن فهم، مش مجرد حد بيقول اي كلام في اي موضوع. لا لا دي حاجة لا تعوض يعني. الله يرحمها يا رب ويجعلها من أهل الجنة، ويعني ذكراها ستظل عاطرة. وأنا بالنسبة لي أنا فقدت نجاحي معها، فقدت الحياة الجميلة اللي قضيتها معها في المسرح في ريا وسكينة وعلى الرصيف. كنت بستمتع يعني لما يعني شوف مثلا في مشهد المأذون حتى في الرصيف، ايه التجاوب ده وايه المساحه اللي سايباها لي دي، وايه السعاده بتاعتها لما تلاقيني بعمل حاجه والناس تضحك. ده من النادر على فكره، مش كل الفنانين بتطلع يعني بتطلع اللي معاها عايزه تنجحه. عارفه ان هو لما يهلا عندها ثقه في نفسها، مش قلقانه، ثقه في نفسها وعارفه ان هي اللي عامله ده. هي اللي عامله ده يعني. لا لا الله يرحمها ويحسن ايديها يا رب ويجعلها من اهل الجنه ويصبر اهلها ومحبيها في مصر وفي الوطن العربي كله ويجازيها كل خير يا رب. الفنان الكبير احمد بدير، البقاء اللام، بشكرك مره ثانيه. الفنان الكبير